زاهد استني شوي. الحمد لله على السلامة. 27 آخرته 35 ما؟ ايه 35. وين ساكن هو؟ هو قال لي انه ساكن بدولاي ديري، ما بعرف عنوانه بالضبط هونيك، ولا مرة رحت له، بس انا بعرف نمرة سيارته اذا بدك. هات لأكتب لك اياها. متأكدة انه سامي اللي ضربه؟ مو هو بنفسه عمله، ما كان موجود، مصطفى ما شافه، بس اكيد هو ورا هالشي. صار له كم يوم عم يراقب بيتنا من بعيد لبعيد. انا متأكدة انه هو ورا. ليك هديك الغرفة اللي بالاخير. يسلموا يا اهلي. وينه ابني؟ وينه مصطفى؟ استني زاهدة. لا تخافي خالة، مصطفى لساته بالعناية المشددة. ابني استني شوي زاهدة، يعني طالعوا من غرفة العمليات؟ طالعوا من شوي، اطمن خيطوا للجرح. احفظه وحمي يا رب. لا تخافي، الدكتور طمنا وقال ما في خطورة عليه. أنا اسمي نور، رفيقته. أنت يلي اتصلتي فينا؟ إيه، ما قدرت أحجز لكم، ما لقيت حجز مبارح، لهيك حجزت لكم اليوم الصبح. ما حبيت اتصل فيكم مبارح لحتى ما أقلقكم. يسلموا بنتي. قلولي شو المشكلة؟ متخانق مع حدا وعمل فيه هيك؟ لا، كان بسيارته. هاجمين عليه أكثر من واحد. دخيلك يا رب، مين عمل هيك؟ والله ابني بحاله ما بيقارش حدا. لا تخافي خالي، رح يكمشو. انتي تعالي معي، بدي اخذ افادتك. ابني زاهدة، بترجاكي بنتي تاخديني يا خالي؟ ممنوع تفوتي لجوا. فوتوني، ما رح احكي، ما رح ارتاح قبل ما اشوفه كرمان الله. فوتوني لعنده يا خالتي. استني شوي بس يطلعوا من العناية المشددة، بتشوفي هلا رح يطلعوا على غرفته. خلونا نروح. انا رايحة على المخفر وراجع. ماشي، انتو خليكن هون عنده. ضالين هون، انا ابوه اذا بدكم بروح معكم على المخفر. ما في ضروره، الانسه عندها معلومات عن الحادث، لهيك اخذينها معنا. ما بطول، برجع بسرعه. ماشي. تاي تاي يا ديون. كنت عارفانه، كنت عارفانه انه هيك رح يصير فيه وحذرته. خلاص شو بنا، لسه ما بنعرف شو المشكله. انا نبهته، قلت له الطريق اللي انت ماشي فيه اخرته مو منيحة. يا مصطفى، مصطفى. دقله لشوف، لاقي لك شي حجة، قله يجي. هلا بدقله، أصلا كنت مستنيك لأتصل فيه. برا رجاء. الو مصطفى، انا ابوه، مين بده اياه؟ وشه اصفر مثل الليمونه. دخيلك يا ربي تحمي لابني. انا عم دق له من الشركه، اسمي اسماعيل، اليوم كان عنا اجتماع مهم كتير، ولانه تاخر حبيت اطمن عليه. هو ناسي موبايله بالبيت يعني؟ لا مو هيك، مصطفى بالمستشفى. شو؟ ليش شو صاير معه؟ عمل حادث مبارح. سلامته ان شاء الله. بأي مشفى هو؟ مين؟ رفقاته من الشركة. هلا بيجي بتطمن عليه؟ والله قلنا ما عم يرضوا يفوتونا، إذا بدك أنا بطمنك عليه بالتليفون. وبس يصحى بكرة بتجي بتزوره بالمستشفى. لا تزعجوا ولا تحاولوا تحكوا معه، ماشي؟ مثل ما بدك. يعني هلا ما أنا صاحي؟ كان بالعناية المشددة، وهلا طالعوه على غرفته. هيك لكان. ايه الله يشفي. امي. ايه امك، سلامتك يا عمري. الله يسلمك.
صار لازم سكر هلا. رجع دق لي، انا بطمنك عليه. ايه ماشي، مع السلامه. بابا سلامتك يا ابني. قال ساولو عملية مبارح وكانوا حاطينه بالعناية. بس ليقوم يموت. روح على شغلك، انتبه، ما بدي حدا يدرى. ماشي يا بيك. صباح الخير يا بيك، كيفكن؟ أهلين. في شي إسماعيل؟ لا معلم، كل شي ماشي مثل الساعة. شو بدك حبيبي؟ أنا بجيب لك نور. راحت على مخفر الشرطة. شو قصة لهالبنت؟ إلى إيد بمشكلتك هي؟ علقان مع حدا مشانها يا ابني؟ بدك تقلي مع مين عم تمشي مصطفى؟ مين هي البنت مشان الله؟ زاهدة، تعي ليكي، إذا بدك تتعبي هلأ بطلعك لبرا. شو قالت الممرضات؟